مساء الخير مشاهدي يوتيوب في حلقه جديده من برنامج هاتفك. ارحب بضيوفي في هذه الحلقه كل من الاستاذ جمعه ثامر، اهلا وسهلا بك، وارحب بي ايضا الاستاذ سلام المناصير، اهلا وسهلا بك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. انت من ليش؟ لا انت جيت صار اسبوع من جاي. من جاي احسب علي جيت متاخر. لا انت جيت متاخر منك. لا ابو التاكسي قال لي شغله. اي هو ضيع شارع النضال وين؟ بعدين شنو قال لي؟ قلت له يابا ها شارع النضال انت ما تندله؟ قال لا انا ندل بس بالرصافه مو بالكرخ. قلت له لا احنا وين؟ صفوان قال احنا وين؟ اهلا وسهلا بكم ضيوف اعزاء. نبدا الحلقه بابرز العناوين. وزير الشباب والرياضه احمد المبارقع يرعى حفل توقيع مذكره التفاهم المشترك بين اللجنتين الاولمبيتين العراقيه والتونسيه. رئيس الأولمبية التونسية محرز بوصيان يعرب عن سعادته بتواجده في العراق ويؤكد سنسعى لنقل مذكرة التفاهم المشترك إلى واقع ملموس. فنيون يؤكدون أن حظوظ المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم تصاعدت بعد الفوز على عمان. الليلة في هاتريك، كاساس يعثر على خيط وعصفور الانتصار في ملعب عمان. حيوان الخيط وعصفور مو؟ ايوه نزيه بعد جميل وما ادراك ما نزيه الركابي. اهلا وسهلا بكم. كانت هذه ابرز العناوين اليوم. كان هناك توقيع مذكره تفاهم بين اللجنتين الاولمبيه الوطنيه العراقيه واللجنه الاولمبيه التونسيه برعايه وزير الشباب والرياضه السيد احمد المبرقع. الوفد التونسي كان برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه محرز بوصيان، وأيضا تم توقيع الاتفاقية بتواجد أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن. التجربة هي مهمة راح تكون لتطوير الواقع الرياضي الأولمبي اللي في العراق، وأيضا للاحتكاك مع الرياضيين التونسيين اللي طبعا لهم باع طويل في الأولمبيات ومشاركاتهم الخارجية وعلى مستوى حتى بطولات العالم. خطوة جيدة وخطوة نحو الأمام، لكن إن شاء الله نتمنى بأنه تكون على الواقع هذه مذكرة التفاهم، لأن كثير من مذكرات التفاهم قبل هذه المذكرة في عهد اللجنة الأولمبية السابقة حبرا على ورق فقط، أي شيء ملموس ما لقيناه، فقط أنه معسكرات تدريبية استضافة رياضيين لا أكثر ولا أقل، لكن كاحتكاك كتدريب مشترك كخوض نزالات في الألعاب الفردية أو حتى الجماعية خوض مباريات ما شاهدنا. فنتمنى إن شاء الله أنه هذه المذكرة وحسب ما صرح به رئيس اللجنة الأولمبية التونسية والدكتور عقيل مفتن والسيد أحمد المبرقع بأنه هذه المذكرة لا راح نطبق نقاطها بكل تفاصيلها، فإن شاء الله تكون على أرض الواقع وتطبيقها. نتابع تصريح السيد أحمد المبرقع. مذكرة توقيع ربما يراها البعض قضية بسيطة لا تحتاج هذا الاحتفاء، لكن عندما يكون طرفاها أشقاء فأكيد ستحظى بهذا الاهتمام البالغ. الأخوة في تونس قدموا إنجازات مهمة في الرياضة عموما في كثير من الألعاب، و السعي الدائم للعراق لإنجاز فيما يتعلق بالوسام الأولمبي هو سعي حثيث باستمرار، وإن شاء الله سيتوج بالمنجز بإذن الله بعد هذا الحراك المهم، سواء كان يتعلق في صناعة البطل أو بطل الأولمبي، وأيضا فيما يتعلق بتوقيع مذكرات التفاهم في الأطر الرياضية للتعاون ما بين اللجان الأولمبية. كان هذا تصريح سيد وزير شباب الرياضة أحمد المبرقع. الدكتور عقيل مفتن ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان تحدثوا عن هذا التوقيع وهذه مذكرة أو مذكرة التفاهم المشترك بين الأولمبيتين. راح نحقق إن شاء الله الإنجاز اللي فقدنا الأمل به من عقود من السنين. أنا أصريت أنه أدعو أخي الأستاذ محرز
لتوقيع مذكرة تفاهم. مثل ما قال أخويا معالي الوزير، هاي الزيارة زيارة قيمة. الأستاذ محرز هو عضو اللجنة الأولمبية الدولية ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية. أصريت على أنه أنقل تجربة تونس الناجحة، تجربة تونس الناجحة اللي بدون ميزانية حققوا 5 أوسمة ملونة ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد باريس الأخيرة. لذلك المال مو كل شيء لتحقيق المنجز، لكن التكاتف واليد باليد كفيل بتحقيق كل إنجاز على الكرة الأرضية. فاليوم انسجامنا مع وزارة الشباب ومع أخي معالي الوزير إن شاء الله يثمر بنجاحات مستقبلية على كل الفعاليات الرياضية. فنحن فريق متكامل، وزارة، لجنة أولمبية، اتحادات رياضية، سنكون بإذن الله اليد في اليد لخدمة الرياضة في بلدينا وخدمة الرياضيين في بلدينا للصعود على منصات التتويج وفي نهاية الأمر لتشريف الراية الوطنية في القطرين الشقيقين تونس والعراق. فشكرا على كرم الضيافة وشكرا على الثقة الكبيرة في بلدنا الذي يثق في هذا البلد وفي تجاربه الناجحة، وسنتعلم كذلك من موروث الرياضي العراقي. شكرا للدكتور عقيل مفتن وطبعا رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان. نتمنى إن شاء الله أنه تكون هذه المذكرة مثل ما ذكرنا بأنه تكون مطبقة على أرض الواقع، هذا ما نتمناه ونشوفه في المستقبل القريب. محور حلقتنا مع نزيه الركابي وحي دار محمد، بعدها رح أرجع مع ضيوفي. حينما كان منتخبنا الوطني رازحا تحت وطأة الانكسار جراء النتيجة المخيبة أمام المنتخب الأردني في البصرة، حينما كان النقد لاذعا وأصوات الغضب تتعالى، ظهر ما لم يكن في الحسبان. ظهرت مشاهد لا يمكن أن تراها إلا عند العراقيين. وقف الجمهور ينتظر بعثة الفريق في قلب مطار مسقط، وهنا ظهرت المشاهد. تلاشى الزعل وتصدرت مشاعر الحب المشهد الأول، ثم تعالت أصوات الانتماء في المشهد الثاني، وراح الجميع يهتف باسم الوطن في مشهد آخر. وللوهلة الأولى تظن إن العراق جاء من فوز كبير على الأردن وسط ذهول الأخوة العمانيين في المطار. هنا كانت نقطة التحول، كانت الهتافات أبلغ رسالة للاعبين ومفادها لا يرفع سعر الخيول إلا السباق. وهذا ما حصل عندما تم تعويم السفينة من جديد في شواطئ السلطنة. تحقق النصر وتم رد الدين لهذا الجمهور العظيم، نصر كنا بأمس الحاجة إليه، سيما بعد دخولنا في مرحلة الشك، حيث استشعر كاساس الخطر من حوله ليجد نفسه أمام أزمة حقيقية يجب إدارتها بالشكل الأمثل، خصوصا بعد تصريحاته المتسرعة عقب مباراة الأردن، إذ أدرك خطأه وراح يرى إن الحكمة الأسبانية التي تقول إن السمك يموت من فمه مصداق لما هو عليه. فتدارك موقفه بعدما دخل المباراة واثقا من نفسه ومن أدواته، فأغلق سحاب معطفه رافعا رأسه وراح يطقطق بعنقه ومتمتما بالبيت الشعري القائل: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبان فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
شكرا نزيه وحيدر، جد الترحيب بأستاذ جمعة الثامر وأستاذ سلام المناصير، أهلا وسهلا بكم ضيوف أعزاء. خل أبدي وياك جمعة، أولا مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى جمهورنا الرياضي، وحياتي للزميل العزيز سلام، وإن شاء الله تكون ضيوف. أهلا وسهلا بك. نتيجة إيجابية كانت لي المنتخب، الآن طوينا صفحة منتخب عمان، الآن تفكير كله ينصف في إعداد المنتخب لبطولة كأس الخليج، ومن ثم تجربة عدد من اللاعبين قبل العودة مرة ثانية أو مرة أخرى إلى التصفيات في الشهر الثالث. الحمد لله وشكر، يعني إحنا عبرنا خرجنا من عنق الزجاج اللي كان ممكن ندخل به بصراحة وندخل بدوامة، يعني ما أعرف ما إلها نهاية، يعني بعد التعادل المخيب للآمال مع المنتخب الأردني والانتكاسة، وحتى حالة الانكسار اللي بدت على كثير من الجمهور الرياضي المتابعين، ما يعني كنا ما نتمنى أن تسلل إلى اللاعبين أو الكادر التدريبي، فكانت في غاية الصعوبة مباراة المنتخب العماني، حتى المنتخب العماني تعرف حظوظه بدأت ترتفع. الحمد لله يعني الأهم بالمباراة إحنا خطفنا 3 نقاط، يعني أكو مباراة ما تلعبها، يعني هي مباراة لازم يعني تكسبها 3 نقاط وتطلع، هذه التصفيات ترى بأي طريقة أو بأخرى لازم تكسبها، يعني بصراحة حولتنا إلى وضع جدا آمن. شلون إحنا هسه بعد تعادل الكويت وأيضا الآن فقط نحن وكوريا من نمتلك حظوظنا بأيدينا، يعني بهذه المجموعة ما ننتظر إحنا حسابات الآخرين، يعني هسه المنتخب العراقي لو مضى المباراتين عندنا 4 مباريات لو أخذنا من 9 نقاط إحنا بعد ما نلتفت لا يمنى ولا يسرى، يعني انتهى الموضوع، يعني إحنا ذاهبين للمونديال ما ننتظر حسابات أخرى، يعني ممكن المنتخب الأردني ينتظر حسابات أخرى ضيقة، تعادلات، حسابات النقاط، إحنا لا خلاص حظوظنا بيدنا، نتمنى أن نستثمر هذه الفرصة اللي أتاحت لنا. مباراتنا مع المنتخب العماني خلينا نكون واقعيين جدا، إحنا مرات الفوز يعني يخفي كثير من العيوب، يعني شوفها كانت مجازفة كبيرة ما تحسب لكاساس، يعني أنا تمنيت أن ينجح بها كاساس بصراحة حتى نحافظ على الود اللي بينه وبين الشارع الرياضي والوسط الرياضي، لأن هي كانت مجازفة كبيرة أستاذ داود، يعني أنت جازف بنصف الفريق ومباراة مفصلية، يعني أعتقد ما أعرف هي شو تسميها، ضربة حظ أو ضربة معلم، ما يعني ما شو نسميها ضربة معلم؟ حسنا احنا نقول ضربة معلم، الحمد لله ما اجت عكس ما توقعناه، والحمد لله نجحت الامور ومشت الى خير، لكن يبقى المنتخب، يعني احنا فزنا على عمان بس احنا هسه كمتابعين ما كانت افضلية واضحة، يعني الافضلية ما كانت واضحة، بس هسه تقول انا اخذ 3 نقاط وروح، ما انا شريدك مستقر يا اخي، ما انا ما اريد متخوف، خلاص عندنا مباراتين جدا مهمة، يعني البارحة يمكن كنا ضيف قال اخطر منتخب فلسطيني راح يواجهنا، يعني دائما المنتخبات يعني سوى لك قلق، هسه احنا نتمنى الحسابات خلاص صارت واضحه، وعندنا فتره زمنيه واضحه كبيره جدا، وعندنا بطوله وعندنا فتره اعداد، فنتمنى المرحله القادمه يعني ان شاء الله هذا ما اتمنى. سلام مساء الخير. اهلا وسهلا بك. يمكن خلي اتكلم على بطوله، انه خلصت التصفيات الان، قبل لا ندخل الشهر الثالث العوده مره اخرى للتصفيات، عندنا فتره بطوله الخليج، اليوم اجتماعات كانت مع رئيس الاتحاد كاساس، مع رئيس الاتحاد جهاز التدريبي حول عدد من اللاعبين، وصلوا الى انه كل فريق 2، بعض الاخبار اللي قاعد تسرب هنا وهناك، الان وضع المنتخب كيف تشوفه قبل الدخول في بطوله كاس الخليج؟ مساء الخير داود، تحياتي لك وللاستاذ العزيز جمعه ولكل المشاهدين. دعني في البدايه انا بس اوجه لكم مناشده مهمه جدا، هي مناشده اولا اثني على دورك انت شخصيا وعلى البرنامج، وايضا اعتقد الاخ العزيز احمد الفلوجي عندما تناولت موضوع اللاعب بيتر جورجيس. بيتر جورجيس يعني حسب ما وردني بصراحه ما زال الموافقه في مكتب رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني، اعتقد شويه تحتاج تعجيل، لان يجب ان تجهز اوراق بيتر بسرعه الممكنه حتى يتم ادراجه من ضمن قائمه المنتخب الوطني في بطوله كاس الخليج. المصادر تؤكد بان السيد كاساس يعني يوميا جاي يسال ويحرص على سؤال هل اكتملت الاوراق، لان بيتر جورجيس واحد من اهم اللاعبين اليوم ليس فقط بالدوري، وانما لاعب سيكون له قيمه مع المنتخب الوطني، اعتقد شكل بالادوار السابقه اضافه كبيره جدا، انا شاهدت اعتقد مباراتين كان هو العنصر البارز في
تلك المباراتين. أتمنى من دولة رئيس الوزراء ورجل داعم للمنتخب الوطني الآن وهو يعني يتواصل ويحرص على التواصل ويتفاعل مع أخبار المنتخب الوطني، شاهدناه بعد الفوز على عمان عندما اتصل ببعثة المنتخب الوطني. تعرف اليوم العراق يمر أو المنطقة بشكل عام تمر اليوم بوضع استثنائي، وعرف العراق اليوم تحت تأثيرات كبيرة جدا، مشاغل كثيرة السيد السوداني، لكن أأمل إن شاء الله يعني هذه الرسالة إن شاء الله عبر قناة يو تي في تحديدا برنامج هاترك بأن يصل إلى مكتب سيد رئيس الوزراء التعجيل بطلب يعني طبعا. وأنا أيضا يعني شاهدت تواصلكم كان مع سيد وزير الداخلية أيضا مشكور، اتصلوا يعني الأمانة هذا واجب مع الوزير عبد الأمير الشمري، عبد الأمير الشمري معالي الوزير تحياتنا له، وحتى اللواء نشأت مدير الجنسية مدير الإقامة والجنسية أيضا مدير الإقامة الجنسية يعني متعاون جدا، سيد متعاون جدا خالد قبيان للأمانة مستشار رئيس الوزراء تواصلوا ثاني يوم بعد البرنامج في خصوص موضوع، لكن أنا فهمت أكو متوقف الآن في هسه الكابتن أحمد فلوجي بعث برسالة يسلم على الأستاذ جمعة ويسلم بيك ويسلم عليك، يقول لغاية الآن أستاذ داود لم يكتمل لحد هذه اللحظة إصدار جواز اللاعب بيتر غورغيس، نحن نسابق الزمن لإكمال جميع أوراقه، ولكن هناك بعض المعرقلات فنحن بانتظار كتاب من قبل مكتب دولة رئيس الوزراء في حال وصوله بالسرعة الممكنة إلى مديرية الجنسية فسوف يمكننا إصدار جواز سفر فوري للاعب، أتمنى من الجهات ذات العلاقة الإسراع في إرسال الكتاب مع التحية. سيد أحمد الكابتن أحمد فلوجي عضو لجنة المحترفين والمغتربين بعد برسالة في الأمانة، وأنا يعني كنت متابع مع بعد البرنامج تفاجأ باتصاله وكملنا الموضوع يعني صارت مناشدة من البرنامج، لكن لغاية الآن الكتاب أنا أيضاً في مكتب رئيس في مكتب دولة رئيس الوزراء هذا سنة الإسراع به يعني اليوم حتى السيد خالد قبيان رجل مشكور صراحة اتصل بالكابتن احمد الفلوجي وقال انه بس بعثوا لي الرقم انا راح اروح اتابع الموضوع وين انا 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 اللي اقوله ايضا يعني تعرف انت المشاغل هسه انا قبل ما كنت موجود هنا جاي اشوف والله انا اكثر من شغله الان مشاغل الحياه في بغداد تحديدا ضغط كبير جدا يعني السرعه والضغط تنسى والله انا الان يعني اليوم طالع من الصبح اكمل شغلات نسيت شغلتين من ساعه ذكرت قلت أوف ما كملته، فأنا أعذر أكو مشاغل كبيرة جدا. صح. أيضا أوجه كلمة الكابتن عدنان درجال وهو حريص جدا في هذا الموضوع خاصة موضوع إكمال أوراق اللاعبين، أتمنى هو عنده تواصل مباشر أيضا مع دولة رئيس الوزراء حتى إذا كان متوقف على يعني إعاز أو أمر من السيد السوداني بينكم تعجيب الورقة لأن بيتر غورغيس يجب أن يتواجد في بطولة كأس الخليج حقا نشوفه في مع المنتخب لاعب مهم جدا هذا اللاعب سيكون إضافة كبيرة جدا أصلا واحد من أهم المواهب ترى بالمناسبة عندما انتقل لبرايتون بس هو تعرض إلى إصابة صح. وجلس فترة طويلة والآن بدأ يستعيد وضعه يعني شوف أكو يعني قبل لا يجي كنت استغربت قالت كيف راح يجي شوف هذا نوعية اللاعب اللي يصر ويعود يجي يلعب في الدوري العراقي وهو جاء في بيئة مختلفة وكواليتي كواليتي عالي جدا هذا هو مع جوكيرس ترى هذا الهداف السويدي هو كان فريق واحد واثنين من الموهوبين أصلاً أعتقد بثلاثة مليون دولار أو يورو هو تنبيع لبرايتون كانوا يعولون عليه بأن يكون واحد من يعني الصفقات المستقبلية والرابحة لهم بس لأن تعرض إلى إصابة وأنا بصراحة قلت لك شفت له مباراتين يعني أعتمد على اللي شفته واحد من اللاعبين مهمين جدا وسيكون إضافة بإذن الله تعالى المنتخب وعليه نأمل يعني أن يكون استعجاب الموضوع وأيضا يعني أنت ما يحتاج أوصيك داود بالعكس أنت المبادر دوما في هذا الموضوع بأن على الأقل يومية تتابع وين وصل الموضوع أنا أعرف ترى هو باطا يعني داود هو مو مسألة إهمال ترى تقول طاهد مو طاهد اسمه مسج بعرف تقول إذا ذاك عنده شعر طاه عنده شعر أنا ما عندي شعر تقول قلت طاه غير اسم خلينا على طاه زين والله يعني احنا انا يمكن جاي اتابع الموضوع انا بصفه يعني انه كمقدم صارت المناشده في البرنامج فاريد اعرف الموضوع وين انا انتهم عليك مشاغل كثيره اي والله نوصي ايش اسمه نزيه 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 يعني يوميه نزيه. انت ذكر بالموضوع بطوله الخليج بطوله الخليج انا عندي كلمه اعداديه كلمه مهمه جدا شنو نعتبرها ندخل بابطال شو راح ندخل بها مشاركين اسمعني يلا هسا يجوز استاذ جمعه قد لا يتفق وياي بس انا بالنسبه لي رايي الشخصي لا بالعكس تذكر في كاس اسيا في قطر سيدني ها انا وانت موجودين 2015 خلصت البطوله عندما خسرنا في مباراه يعني من خسرنا من نصف نهائي مع كوريا الجنوبيه صح انا تحدثت في وقتها يعني من القلب وكنا موجودين
مع كان حسين عبد الزيد اذا تذكر صديقنا حسين زميلنا حسين. قلت انا بالنسبه لي اخذت كاس اسيا اليوم وصل نصف نهائي، ما تعني لي كاس الخليج اللي احنا اصلا يعني احتشك 2015. انا بحلمي وحلم الجميع كاس العالم. احنا مرينا بظرف صعب جدا، انا كنت موجود في البصره، الخساره التعادل اسميه هو اشبه بالخساره كان مع الاردن، مو فقط نقطتين وانما كان صوره المنتخب باهته، الهويه مفقوده ضايعه خلال فتره قصيره جدا. اكو عمل كبير جدا اللي صار هسه، ربما عندك ملاحظه على السيد كاساس هنا او هناك، لكن تجي في مباراه عمان بالتشكيله الدخل بيها فاجئت وصدمت الكثيرين. صح، يجي الان هو اشتغل في مباراه عمان يحصل 3 نقاط امام منتخب كان بالنسبه لمباراه حياه او موت عمان للمنتخب العماني. صح، لان كان لديه 6 نقاط، الفوز يصير يصير وين؟ مو بس 9، يجوز يصير اصلا وين؟ ثاني، يصير ثاني، ثاني يجوز يصير. صح لو لا؟ يلعب في هذه المباراه وفي ارضه وفي جماهيره ومباراته عدة تحصل الانتصار. الان احنا الان الحمد لله كان يوم يعني حظ عظيم بالنسبه لنا باننا ننتصر وبقيه المنتخبات تتعثر تتعثر. وعليه لا تخلونا زحمه كاس الخليج والصخب اللي يكون بيها يضيع عندنا حلم كاس العالم. يعني ما نريد المنتخب متفق وياك سلام يعني إيه قدر يعني جدا لا مو انا أوكي. يعني مو اسمع بعض الكلام لا بالعكس كاس الخليج احنا وابطال ناخذها ولا والله والله انا نفس حديث البارحه والله يعني لا تعني لي كاس الخليج بشيء نفس الشيء والله واقول لك الاقوى منها لا تعني لي كاس اسيا. انا يجب بان اتواجد في كاس العالم. من الظلم منتخب العراق من 1986 ما يتواجد في كاس العالم بثمان مقاعد الان. العفو استاذ، الان وصلنا للمتر الاخير والله خلونا نركز به. نعم نروح كاس الخليج ان شاء الله موجودين بالكويت كنا وروح هناك نتونس وداخلين بشخصيه البطل والجمهور العراقي والاعلام، بس لا نضغط والله ما اقدر اقول لو اخرج من الدور الاول ممكن احاسب على بعض الاشياء اذا ما ظهرنا بالصوره بشخصيتنا بهويتنا. لكن انت الان تضغط المنتخب وتضغط الجهاز الفني وحتى الاتحاد، يجب ان نروح واحنا ابطال وكذا. لا مو صحيح، احنا حلمنا كاس العالم، احنا الان بقعدنا متر، نحافظ على المتر، لا تشتتونا في مكان اخر. والله يا احكيها من القلب انا، لان انا جاي اشوف الان الصوره. انت تخيل الان المشهد، انت 2026 انت موجود علم بلدك في كاس العالم. يعني انا ما ملحق على كاس العالم، عمري 5 سنوات ما اتذكر كاس العالم، اتذكر كاس العالم 90 مال اللي خسروا الارجنتين مارادونا وانا قمت ابكي وياه لان مارادونا ما اخذ كاس العالم. ما شفت علم بلدي وتتذكرون كلنا شهر 7 كنا نروح شو نسوي؟ شوف كاس عالم. صح لو لا؟ مو يراودك هذا الشعور؟ ايش وقت نلعب كاس العالم وكذا؟ الان متر اخير علينا، لا نضغط المنتخب، لا نضغط، يجب ان نعد بالشكل سليم وصحيح ونروح متونسين. زين اوكي، يعني انت سجل تريد تقول توصل رساله بانه انت لا لا داود 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 راح تكون اكو اصوات. اي اي اصوات هذه الاصوات يجب من الان داود من الان الاستعداد يعني لها بصراحه. لا تروحون تقولون احنا يجب ان نحافظ على اللقب. والله انا بالنسبه لي خلينا نستكشف لاعبين لنحمل ضغوطات، انفسنا بالبطوله فهو شيء جيد، ما فزنا بها غير عادة. لا تعني لي شيء اعداديه. عندك 3 مباريات وديه راح تلعب، ايش تبغى 3 مباريات وديه؟ المنتخب السعودي ايش يدخل من المنتخب الاول؟ المنتخب السعودي انا مع عد نفسه يعني انا يعني لدي تواصل مع الكره السعوديه وانسى ملابس السعوديه. لا، السعوديه لم تحصل على لقب من وين؟ ما عندها لقب من 1996 كاس اسيا. تدري وين؟ يعني اقصد قاري 96 بالامارات، بالامارات اللي اخذوها ضربات جزاء الامارات وراها ما اخذوا شيء. الان عندهم مشكله، عندهم دروب كبير جدا الان، متراجع بالمستوى حتى من جابوا الفرنسي رينارد خسروا مع اندونيسيا. الان هم كاعلام سعودي الان بيوصل الى مرحله حتى تنمر على المنتخب واللاعبين المنتخب السعودي. قال لك وصل الحال باننا نتعادل مع اندونيسيا في السعوديه ونخسر في اندونيسيا امام المنتخب الاندونيسي. هل نحن الان نعتبر الدوري اللي عندنا اصبح تصنيفه عالي؟ فعليه ندخل في البطولة مرتاحين، ندخل احنا كأنما نركز في تصفيات كاس العالم، لا تشتتونا، لا ندخل في كل بطولة كاس الخليج يكون فيها زلزال مدمر. الآن وضعنا جيد، خلونا مستقرين. انت هاي اللي تخوف. اوكي كلامك جيد، هاي اللي تخوف اللي ذكرها سلام. البعض راح يطلع يقول لك لا
خسرنا بطولة الخليج، إقالة الكادر التدريبي، طلعوا ذول اللاعبين. وهذا نفسه من أخذ كأس الخليج. قال هي شنو، قال شنو بطولة كأس الخليج؟ تحسبوا إنجاز؟ مو نفسهم قالوا؟ مو هو نفسهم، هم نفسهم. الآن يريد إنجاز. إذا ما أخذت؟ يقول لك ليش ما أخذت بطولة كأس الخليج؟ أنا من الآن صح لو الأستاذ جمعة، خلينا نعتبرها فترة إعداد. طبعاً أنا أتفق ويا جملة بالتفصيل. ولو أقاطعك أنا آسف. نعم. سلام قال ذكر نقطة جداً مهمة، المنتخب السعودي، المنتخب السعودي يدخل لهذه البطولة يقول لك رينارد ما أخذ فترة كافية مع المنتخب حتى اللاعبين ويعدهم على. لا هي من قبل رينارد كانت المشاركة هم يردون. إيه هم يردون بطولة داود. هم يريدون. هم يريدون بطولة. إيه يعني بس ليش؟ سيد المسحل. شهر الثالث. أنا حكيت ويا أساس. سيد المسحل يريد بطولة يرضي بها الشارع. عندهم مشكله كبيره جدا الان مراضي انهم عليهم. احنا همنا خلينا نعتبرها انه ثلاث مباريات وديه عندنا، مو وراها اذا صعدنا نصف نهائي بتعتبر اربع مباريات، صعدنا نهائي خمس مباريات رحم الله. واذا ما حصلناها، واذا ما حصلناها نرجع شكو بيها. ترى بطوله الخليج ذات تعد وكونها بطوله اقليميه فقط لك، حتى يعني الحماس والذروه اللي كان بها سابقا اختفى يعني بصراحه. حتى المنتخبات الخليجيه ما عادت تدخل بالخطوط الاولى والمنافسه الشديده، يعني من غادرها الكويت وبدا مستواي ينحدر والمنتخبات الباقيه، فهي لا تعد كونها بطوله اقليميه لتطوير كره القدم. يعني تتفق ويا سلام جمله والتفصيل عن الباحث الراي. انا اتمنى شوف الحلقة الأهم هسه احنا عندنا الوصول للمونديال. اكو أهم اكو مهم، فالأهم الوصول للمونديال. يعني باستطلاع بسيط، المنتخب الوطني خلال مباراة تصفيات وجميع المتابعين سواء مع المنتخب أو ضد المنتخب، المنتخب لا يولد نوع من الاطمئنان الكبير. يعني بصراحة يعني نتمنى المنتخب أن يكون مطمئن بشكل أكبر. فأعتقد إذا أتيحت الفرصة للاعبي المنتخب أن يكونوا متواجدين في بطولة الخليج بحكم التفرغ من أنديتهم، أتمنى المنتخب بكامل عدته وعدده يكون في بطولة الخليج بدون محاسبة، ها مثل ما أكد كابتن سلام، بدون محاسبة وبدون ضغط إعلامي. ويجب أن لا نلتفت، هناك أصوات، ترى يجب أن هناك أصوات تلتفت لها لأنها تصدر من ناس مهمين، يعني بصراحة يعني أصاحب رأي، بس هناك أصوات نشاز لا يعني حتى اللاعبين الكادر التدريبي إدارة المنتخب يجب لا تلتفت لهذه الأصوات، لأن مصدرها يعني مو ذا ثقل يعني. فبالتالي يجب أن نذهب للبطولة لتوليد عامل استقرار أكبر، لبناء شخصية لبعض اللاعبين بصورة أكبر، لأن القادم أمامنا برغم أنه هسه لو ننظر أن منتخب الكويت المتراجع، فلسطين، كوريا بأرضنا، لكن هي المهمة أيضا تكتنفها كثير من الصعوبة. هذه الصعوبة نريد نلغيها ببطولة الخليج، يعني من خلال بطولة الخليج راح يتمرسون عدد من اللاعبين، المنتخب يكسب ثقة أكبر. فأنا أتمنى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الخليج بدون ضغوط إعلامية وبدون مطالبات مسبقة إطلاقا. بطولة جابوها خيرا على خير، ما جابوها خلاص بدون خلي تعتبر مباريات ودية. لا شوف احنا مو ايش المشكلة، خلي تعتبر مباريات ودية يعني شغبيه. لا. احنا المشكله بطوله البصره بعد حرمان طويل، وهذا الجمهور الجديد لها خصوصيه كانت الاجيال الجديده تعايشت مع البصره العظيمه اللي يعني خلقت بطوله يمكن الخليج يحلم بها بعد 100 سنه. صح. هذه الاجواء يعني شو احنا صورنا البطوله اشبه بكاس عالم، يعني بصراحه قال احنا خلقنا بطوله اشبه بكاس عالم، 20 برنامج رياضي هناك بس عراقي. فبالتالي هاي الاجيال البرامج العربيه والبرامج العربيه هذه الاجيال الجديده اللي هسه واعيه على كره القدم من يباوع الصوره الذهنيه انه هذه بطوله كبيره، لان يعني احنا سويناها بشكل كبير جدا. فهو سيطالب المنتخب يريد. لا انا حافظ بصراحه يعني حافظ على قيمتها. نعم. هذه ارث اقليمي مهم. نعم. جدا احنا نرتبط بها يعني تاريخيا، بالعكس هي تقرب، استخدمنا بها حتى القوى الناعمه. نعم. ساهمت اليوم بلغه تاشيره الدخول. صح ولا لا؟ اليوم عمان فتحت التأشيرة للجمهور العراقي ان شاء الله، الكويت كذلك، قطر احكي لك انت تتحدث عن بطاقة هي قدم لها ربع مليون عراقي قدم، وافقوا بحدود اكثر من 30 35 40 الف بصراحه. حتى من التقيت انا بالاخوان في مسؤولين في بطاقه هي قالوا سيستم ظل عندنا يعلق كل من العراق بصراحه، يعني اليوم اصبحت اكو بها مكاسب. انا مع الحفاظ عليها ومع التواصل بها وان يكون لنا حضور بها، ولكن انا اقول لا نخلي احنا الان الهدف والضغط هو يجب ان احنا ابطال يجب ان نحافظ على لقب البطوله، لا، ولكن اذا ما ظهرنا بالصوره الجيده وهويتنا مفقوده، لا، من الحق بين تقعد وتنتقد وتناقش. ترى انا بالمناسبه انا يعني هواي يقول لا تنتقدون لا تتكلمون، لا
حتى سيد كاساس ترى حتى المؤتمرات الصحفية قال ليش أنا من مثلا غير بالتشكيلة وأفوز ما تحجون، ليش مثلا من أخسر أو ما حق نتيجة إيجابية موش قال؟ قال أنتم ليش تحجون؟ أنا بالمناسبة أنا أميل للرأي انتقد ولكن بحدود القالب المهني. نعم. كل العالم ينتقد والنقاش الفني، ولكن أن لا يصل إلى التجريح وبعض الآراء، يعني بصراحة صدقا أنا والله يعني أخجل أحيانا من أقولها بدون ما أقول الأسماء، يا أخي أكو شخصيات مهمة جدا كنا ننظر إلها بنظرة كبيرة جدا، يعني من ألقى بعض التصريحات والله أنا أظل صافي أحيانا، تيش أقول أكو جزء مشكلة، يعني أحيانا هل أكو مشكلة معينة هو ما جاي يوصل رأيه بطريقة أحيانا يعبر عليه بهذه الطريقة المتليق لا باسمه ولا بتاريخه، يعني بعض التصريحات داود من أقراها لا صدق مستفزة والله، يعني أنا كقارئ تستفزني دا أنا من أقراها تستفزني. داود أنا بالجروب مع الولد وياي تيش أسوي يكتبون التصريح اللي كتبوا تصريح مكتوب تيش أقول له بعض التصريحات قسما بالله العظيم، وهذا سأل الولد أحمد يعرف هاي النقطة، أقول أحمد دز لي المصدر، يقول لي فلان شيء، أقول له لا دز لي الفيديو، أسمع الفيديو أقول له لا إله إلا الله. أي مشكلة؟ والله العظيم يعني أستغرب أحكي على بعض الأسماء لها تاريخ واسم من يصرح هذا الكلام، أنا وأسأل شو أقول له؟ أقول له خليه أشوف. كابتن إبراهيم هنا أنا قاعد قال أنا عمره 60 فوق 60 وأجي أصحى هسه 60 سنة واصل، إيش وقت أنا أصحى؟ أستاذ جمعة هاي راح أرجع لك عليه سلام، لكن بعض النقاط المهمة اللي لازم نشير إلها بأنه البطولة ندخل فزنا خير على خير، ما فزنا خلص خلينه بطولة حالة أي بطولة شاركنا بها، لا تكون هنا مقصلة على اللاعبين ولا ننتقد فنيا، إيه من حقك تنتقد فني تنتقد كذا، انتقد بعد نهاية البطولة شخص الأخطاء السلبية حتى الإيجابية البطولة داود حتى لو أثناء البطولة ولكن بقالب مهني، انتقد بجانب فني مثلا هل يناسبنا هذه طريقة اللعب، هل اختيارات اللاعبين كانت جيدة، هل القراءة كانت منطقية طبيعية جدا، ولكن لا تجي في موضوع مثلا يعني تقعد تستهزئ وتنتقد، أما موضوع تقول لي هذا الكلام ما يتأثر، ما كل عب ما يتأثر، كل يتأثر وجهاز فني يتأثر، طالما هو بشر وإنسان يتأثر داود، أنت بتتأثر؟ أتأثر كلنا احنا نتأثر، شو ما نتأثر؟ لا تقول لي ما يتأثر ولا حد يقول لي اعزل اللاعب في قرية مغلقة، ما تقدر أنت اليوم هذا سوشيال ميديا عالم متفاعل موجود اليوم في كل مكان، يعني أنت اليوم شو تقدر تعزل اللاعب؟ ما ينعزل ما تقدر، ولكن ولكن يجب أن يكون وفق قالب، بعدين عندي رأي في موضوع القالب يجب أن يحدد بالقانون القالب؟ أي القالب بالقانون، لأن إذا تتأسس الأمم تطورت يعني تشريع هذا بأقول لك شيء، الأمم تطورت ترى هي مو مسألة أخلاقيات بس، تطورت أكو قانون، من تجي توقف أنت بريكيو بالسرة ممكن يجي أحد يوقف قدام، بس أنت تجي بالأخلاقيات وتقول أنت خالفت القانون ارجع أوقف هنا، لأن هذا يحاسب بالقانون، الكلمة تحاسب عليها بالقانون، مو أنت تذبها وتتركها. خلي إيدي بإيدي. بالقانون. أستاذ جمعة ولا شو طول. أقول لك يا أوروبا ترى مشت بالقانون بالبداية بعدين تعودوا على الأمور. قانون بعدين تأسس الأخلاقيات. خلي إيدي بإيدك وبيد كل واحد. إيدك بعيدة. كلمة بعيدة آمها. بعيدة منه. أتتبرع. زين أخلي إيدي بإيدك بهذا الموضوع، كل كلمة تصدر من أشخاص يعني والله أنا مرات يعني حتى ما أريد. مو خوفا منهم والله ولا خوفا ولا هاي انا ما اخاف واحكيها بالاسماء، بس ما اريد انطي حجم اكبر من حجمه، انا بالنسبه لي ما اريد انطي حجم اكبر من حجمه، من يجون يحجون بهذه مع احترام المشاهدين بالتفاهات والترهات اللي هم يحجون بيها، يعني هاي لو اكو يعني بالفعل لو اكو قانون لا والله هو بالاستوديو جي ان شاء الله قانون يطبق عليه القانون والعداله القاضي قبل اصدار امر القبض ويشيله والله العظيم على هل على هل على هل مع احترامي وعذرا لهالكلمه التفاهات اللي قاعد تصدر من البعض لا عمي لا هذا محتوى هابط اي والله العظيم هم محتوى هابط هو هذا شوف للاسف الشديد هذا الاستغلال الاخرق للحريه اللي منحت لنا انا بصراحه يعني حتى حريه كساء سلام من الصحفيين القدامى تذكر قبل احنا ما ممكن نطب المؤسسه الاعلاميه صعبه يعني جدا يعني انا يمكن يوم من الايام انا بالدوره بالاعلام انا بالكليه الاول على دفعتي اذا طب للجريده يا رجل توديني ورجل ترجعني ابا هاي الاسماء كبيره شو راح اطب نصهم صعبه يعني صعبه والله انا كاتب ماده اول مره وانا عايدها يمكن 10 مرات ما بيها ولا خطا انا اشوف ما بيها ولا خطا فاذا ترجف انطيتها لاحد الاسماء الكبيره يعني
فقال لي عاشتي ايدك ممتاز، طلع لي بها يمكن فد 20 ما ادري ايش قد اخطاء، اشر عليها بالاحمر، اشر عليها بالاحمر. قلت له وانا مثل واحد شلون ما ابو، قلت له ست تنشر، قال لي تنشر عادي ماشي. وانا ثاني يوم ما نايم منتظر الجريده، واذا نشرت الجريده اسمي ما موجود، اسمي الماده مالتي كلها بحذافيرها بس اسمي ما موجود. بعدين قلت لك ايش سالفته شو هذا، قلت له هسه اسمك رئيسا يطلع. فشوف الصعوبة يعني شلون كان، فبالتالي تأسسك وتأسس جيل كامل. هسه للأسف الشديد هذه الحرية الممنوحة لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى للأسف الشديد القنوات الفضائية. يا أخي القنوات الفضائية خلي بها معيار اختيار مقدم اختيار مراسل، هذا دا يمثل وجه للقناة، يعني فاقد لكل أساسيات الإعلام. طب من يختار يا أخي؟ مو هي على رأس الهرم، تعال على المؤسسة، المؤسسة المعايير أصبحت مفقودة ومعدومة، مو صحيحة، مو صحيحة. أكو أشياء، أنا بس أكو نقطة أحكي بيها داود، أنا يعني بصراحة يعني الكلام اللي قاله، ليش إلا بالعراق يجب أنت شخص يسيء لك، يعني أنت يجب أن تضطر تروح تشتكي الله، يعني بالعام أكو شيء اسمه حق عام، ما يصير إلا أنا أروح أشتكي. مثلا أكو شخص يحرض على شيء، اليوم كل إحنا الآن يعني اكو تنمر، العالم اليوم تنمر، انت كلمه بيها تنمر من حقه الان يحاسب عليها القانون. زين انا ليش هذا الهواء مفتوح وتجي انت تقول الا تروح تشتكي تقدم شكوى؟ ما يحتاج تشتكي. اين دور نقابه الصحفيين؟ اين دور اتحاد الصحافه الرياضيه؟ اين دور هيئه الاعلام والاتصال؟ انا مرات اشوف هيئه الاعلام والاتصال تقرر ايقاف المحلل كذا او البرنامج كذا، طيب ليش ما تخلون لكم قسم للبرامج الرياضية؟ هي رقابة، صح يا ولا؟ والله رقابة. ليش انت حتى تحمي بعض الاسماء الصحفية؟ شباب شوفها مندفع، بس هذا ما يعرف، ما يعرف، هذا مو مثل محدود عمل استاذ جمعة او داود تأسسنا وعرفنا. انا بالبصرة بديت، انا طالب جامعة مرحلة ثانية، اشتغلت ويا عباس الفيال، استاذ عباس اجى علمني الاساسيات، انا مو طالب اعلام، انا كلية اداب، اجى علمني الاساسيات الاعلام والمهنية، واجيب المصدر واجيب اكتب طبعاً، واجيب رأي واحد يصرع على فلان، يقول لي تروح تنطي حق الرد بالعدد اللي وراه، تقول له تعالق حق الرد نفس المكان ونفس المكان والمساحة والخط والعنوان وحجم الصورة، هذا موجود الان؟ ما موجود الان، وما يفهمها هاي، ما يصير، ما يفهمها هذا. يجب اليوم احنا جاي نتحدث عن نقطة مهمة جدا. يعني شوف انت الان، انا موجود لعبة العراق والاردن، شنو اللعبة؟ البلد عزل الها ولا؟ في اي البلدان تطي عطلة في يوم المنتخب. مباراة والمباراة بالليل، شنو قيمة هذه المباراة أو المنتخب للشعب العراقي؟ أنطي رمزية كرة القدم والمنتخب الوطني للشعب، تجي أنت هذا مسألة التحريض، حتى مسألة التفريق ما بين اللاعب المغترب واللاعب المحلي، هذه أيضا لأن صارت، يعني صارت بصراحة. أنا أحكي عن الراديكالية بالموقفين هنا وهناك، مو صحيح هاي تضرب بالمنتخب، لا تقول لي ما تضرب، والله العظيم تؤثر وتؤثر، وسامح من اللاعبين المغتربين يا بتؤثر، يعني انت لا تتصور عندما تمدح اللاعب المحلي حتى تضرب المغترب انت حسبالك راح تفيد المحلي، لا انت جاي تضره لان انت ضربت المنتخب، والعكس كذلك. اكو مشكله بصراحه، يجب ان يكون هناك تفعيل للدور القانوني والرقابي حتى تحت كره القدم. والله صار كابتن عدنان شكل عندك بالمكتب القانوني، خليه مكتب رصد والله، واكتب انا جاي اقول لك ابو هيئه الاعلام والاتصال يوميا يطلع لي خبر، مو ايقاف محلل، ايقاف مقدم، احنا يوميا يدزونا كتاب، يوميا يدزونا كتاب ايقاف المحلل الفلاني وايقاف السياسي الفلاني من طيب الظهر. طيب بالبرامج السياسيه ليش الرياضه مستثنات؟ ليش متابعه جدا؟ اقول لك داود شغله متابعه اكثر من السياسه، والله انا جاي اقول لك والله، يعني اشخاص عندي مثلا يقول احنا كو برامج معينه، طبعا برنامج داود مو من ضمنهم، يقول نحرص على وقتها ما شغل التلفزيون، وبقت البرامج ان شاء الله طبعا داود وياهم بس لا مثلا يشوف دي اللي يشوفنا اهلا وسهلا، لا برنامج اهلا وسهلا الحمد لله متوازن جدا يعني. بس خلي ارجع حتى احيانا يجيب لك بعض الضيوف كذا وقالوا كامو انت خوش ولد شو خربوا، وبالتحديد انا اليوم لا 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 ابو ياب، لا لا ابو ياب، لا لا ابو علي زياد، لا 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 حيادي لا ابو علي زياد، لا لا حيادي ابو علي شان شوي سابقا شوي يعني، لا سابقا لا لا ولا شوي شوي. موضوع خلي ارجع للمنتخب، انت وديتنا وجبتنا والله خليتنا اليوم عناوين الطيره يحتاج ندوات لها والله، اي والله ندوات، انا اريد اسويها، لا هي عمليه تثقيف والله ودعتك خلاص نسويها يعني قانونيا، ويراد عمليه تثقيف يقومون بها. انا استاذ جمعه انقر على بعض الصحفيين الشباب، اي ما اعرف اجازه، ما يعرف اولا لا يعرف من يكتب، لا يعرف الضوابط المهنيه، وين بس اركز على جانبهم جدا استاذ، نعم انا اتمنى هذا التثقيف وهذا عمليه انه احميهم
داخل المؤتمرات الصحفية. صح. تعاني من يصير مؤتمر صحفي صاحب مباحي كل يدخل شايل الباج تدخل. بس يا أخي مو الكل مؤهل أن يطرح سؤال. يعني بالتالي أكو أسئلة هو يعتبرها إثارة أو يعتبرها شطارة بس هي استفزازية وسلبية بشكل مقيت. بس أنا قهر على هذا الصحفي. أحسنت لا تحملون لا تحملون هذا الموضوع. لا داود جاي يحملون خطية الشباب هم الصحفي. تي ليش؟ هذا أولا صوت المؤسسة طبعا. ثانيا اللي إجا شغله وما علمه ما يعرف هو ما يعرف. أنا جاي أقول لك هسه مستعمل من أستاذ جمعة علمونا شلون نسأل طريقة السؤال لا يكون رأيي. أستاذ لا تقول أنت رأيي بالسؤال. أنا أسمع بعد المؤتمر الصحفي رأيي ما تطري تطي سؤال. لا سلامت بس أبو مواسي ما طرحنا السؤال. تذكر أكو مباريات نحضرها ما نطرح أسئلة. لا أستاذ تذكرني هسه مو إلا تسأل. اليوم كنا نشتغل بجريدة سبورت بأيام كانت قوية كلش قوية جريدة سبورت. منو سكرتارية التحرير؟ دكتور عدنان لفتواني وهشام السلمان. فأحدهم جاب مادة كانت ماكو تنضيد مادة مو صالحة أنا قريتها مو صالحة يعني واي بيها. فقلت له يا أستاذ هشام ما تقول لي شنو هالخطرة. هشام عنده خلق يعني الله يعطي طولة العمر تحياته عادها كلها بس عادها مو عادها كتبها من جديد. بعدين هو اسم الصحفي مذيل جوا. ثاني يوم طلع فهو أنا ثاني يوم الصبح نجي نستلم الجريدة هو هم نجي نستلم الجريدة هشام قاعد يقال شوف صح الصحفي. المهم منتخب اليوم كان هناك اجتماع بين كاساس. الاخبار اللي عندي بانه من كل يعني الدوري راح يمشي هو المشكله يردون يمشون من اثنين من كل فريق جوز يختار اثنين يعني ما اعرف هذا صحيح انه من كل فريق يختار اثنين مقترح هو مقترح حتى ما يوقف الدوري يعني اختيار اثنين من اكو فرق ما بيها لاعبين مؤهلين يعني وفرق بيها يمكن أربعة او خمسة يعني هاي يعني تولي تقاطعات على قضية التأجيل الدوري هي احنا المشكلة نحافظ على مسيرة الدوري ومنوقف الدوري حتى ما يتراجع مستويات الفرق يعني اكو ترى من البداية استاذ سلام اشتراطات بست محترفين اتمنى ما يتوقف الدوري يعني خلاص من عند كل فريق ست محترفين ترى عدد يعني فوق 60% يعني بالنسبة للفريق وعندك خمسة لاعبين من ال يعني تسحبوا نردي فبالتالي مثل ما اكو تضحيه من جانب المنتخب ولاعبين المنتخب لا بد ان تكون تضحيه بس من اثنين من اثنين من الزوراء اثنين من الجويه اثنين من الشرطه مو هسه انا قلت لك مثلا ستة مثلا وعندك لاعبين مختربين ايضا وعندك اوكي اوكي يعني مثلا بنادي ما خلينا نضرب سينا ما ابي لاعبين اثنين يعني شلون انا منين اجيب اثنين انا ما مقتنع المدرب ما مقتنع اي ما مقتنع بجزاء انا مقتنع باربعه بفلان فريق فقلت هذا يجب هناك يكون نكرانات وتعاون من الانديه مع اتحاد الكره في تمشيه الدوري يجب لا يتوقف ليس بطولة الخليج هو على بطولة الخليج ما انا ما اتمنى ما يتوقف ليش يا اخي احنا هسه من هم تحسبها هم راح نرجع ننتهي بالسابع مو هم راح ننتهي على التوقفات الطويله هم ننتهي بالسابع ما سوينا شيء يعني احنا قلصنا الدوري قلصنا مبارياته وضيقنا الوقت وهم من هنا بنفس النهايه زين احنا شو وقت نبدي مثل ما العالم فاعتقد يجب ان يمشي الدوري هذا على الاقل هذا الدوري على الاقل تعتقد انه ينتهي بهم مثل ما قالوا بالسادس اذا انتهى بالسادس حتى تبدي بالثامن التوية العالم بالثامن من بديت بالثامن لاول مره تاريخ الدوري العراقي راح يمكن يصير عندك دوري منسجم حتى نوعيه المحترفين تختلف هسه تقول لي ليش لان احنا راح نتعاقد حالنا حال الانديه في موسم التعاقدات مو مثل احنا الانديه والفرق الباقيه تتعاقد دوريات العالم ويجونا وين اللي ما لاقي لعقد اي ما لاقي لعقد هو يجي يصرفوا بالدوري العراقي فقلت لك هاي النقاط يجب ان فبطوله الخليج اتمنى ان الدوري ما يتوقف يعني باي صوره يلقى هذا الاتحاد يجتمع بالانديه تعاون حلو. مشترك بيد الانديه والاتحاد انه الدوري يجب ان يستمر لان خلاص هذه المرحله الاخيره الدوري يجب ان ينتهي في الشهر السادس يعني ما يعني اعتقد لحاله مستقبليا نخطط للكره العراقيه يجب ان ينتهي هالمره بالشهر السادس. زين اثنين من كل فريق والدوري يمشي يعني مقترح هو يعني هو مو هي اكو انت مشكله بصراحه يعني انت الان مثلا عندك بعض الانديه هي مشكلتك بالانديه الجماهيريه نعم يعني وتحديدا انت تتحدث ممكن عن الشرطه الجويه ممكن اكثر الانديه ممكن يعني يكون من عتا لاعبين بالمنتخب هي يعني كان انا اعتقد موجوده باللائحه من حق الاتحاد اعتقد انا ما متاكد منها بصراحه بس تناقشت بها بالموسم الماضي قلت لهم ثبتوها يعني يجب ان تثبت لان انت عندك مسابقات عندك معسكرات راح تكون مضطر يعني انت السنه الماضيه كان عندك المنتخب الوطني لتصفيات كاس العالم كان عندك كاس اسيا كان عندك المنتخب الاولمبي ايضا وكان عندك الاولمبيات باريس الان انت عندك كاس الخليج طيب المدرب يقول لك انا اريد المعسكر من يوم 11 يوم 11 البطولة ستستمر لحد يوم 3 يعني معناته إذا تبدأ الدوري يوم 5-1 هاي أقل شيء 5-1 لهذا عندك 25 يوم
25 يوم المفروض كم جولة عندك؟ على الأقل 5 جولات. زي شلون راح تحل هذا الموضوع؟ أما مسألة يعني العمل على أن يكون لاعب أو لاعبين من كل نادي، هاي أيضا راح تبقى بيها إشكالية. هل المدرب كاساس وفق الرؤية والاستراتيجية هو مو راح يختار وفق هذه المعادلة، يجيب لي من كل نادي واحد أو اثنين؟ هو رجل عنده قائمة وعنده أسماء ويحتاج بعض اللاعبين يعطيهم فرصة، وبعض اللاعبين يحتاجهم بيتواجدون في البطولة. أنت أيضا ما راح يدخل البطولة، هو مو معناته راح يشارك مجرد نسخة، لا بكل تأكيد. لو جزء أكو لاعبين يريدوا يرجعون ثقتهم، جزء ينطيهم الثقة مرة ثانية. يعني عندك بعض اللاعبين، بعض اللاعبين يريد بالضبط يجدد له الثقة، بعض اللاعبين سابقين مستبعدين يجي الآن يعطي فرصة، بعض اللاعبين جدد مثل ما تحدثنا عن بيتر غورغيس، أكو بعض اللاعبين بالدوري المحلي ربما اجتهدوا في الفترة الماضية، الآن ممكن هو يشوفهم ينطيهم فرصة، لأن أنت الآن عندك تصفيات كأس العالم، ما عندك الوقت أصلاً حتى يجرب. يعني من كلامه ما راح يقبل منهم مقترح إنه اثنين من كل نادي. حسب أنا أشوف اللي أنا عنده. أشوفها صعب. صعبة. ولكن هل هناك الاتحاد؟ الاتحاد عنده الآن ممكن أن مثل ما قال أستاذ جمعة مسألة الإيثار. إحنا اليوم الإيثار يعني ممكن أن تتعاون فيما بينها، هي ممكن عندنا ناديين أو ثلاثة راح تكون هنا الإشكالية. بين ممكن بين الدوري أن يستمر تمام خلال بطولة كأس الخليج، أنا مع الاستمرار. ليش؟ لأن معناته توقف الدوري، أنت الآن توقف عندك الدوري راح تلعب تقريبا 3 جولات صح؟ لو 4 وراح يتوقف. لا هسه 11 راح 11 يتوقف. يعني كم جولة لعبنا من توقف؟ يعني باكر أول جولة، باكر أول جولة وراها وجولتين، جولتين أو ثلاثة. إي لأن ثلاث جولات يعني 4 جولات تتوقف ما يعادل 5 جولات. أنا مع الاستمرارية، تستمر حتى شهر مارس حتى تفيد اللاعبين وتفيد الأندية. مسألة يعني أنت الآن سؤال، إذا توقف الدوري عندك راح تنفتح عندك الانتقال، إحنا أي دور الآن؟ دور التاسع. إذا لعبت بعد 3 جولات 4 يعني جولة 14 أنت تفتح الانتقالات، حتى ما مخلص نصف الموسم. وأنا بالنسبة لي رأيي غير، بس لكن هي العملية صعبة مع التقليص. يجب ان يكون الدوري 16 فريق، مشكله كبيره عمتها. يجب ان يكون 16 فريق. هاي مال تقليص مو هذا من الامراض المزمنه. بلكت ان شاء الله على الدوره الانتخابيه المقبله ان يكون، نامل تصير عضو اتحاد. يا هو انت لا وين صاحبك ما يخليني. عرفه اي ما انا قدامي صاحبه شو اسوي. لابس علاقه طيبه. ها رجعت العلاقه ورا البرنامج نروح له. يلا مشتاق له. موضوع حكي اكل بس اليوم انت هم جابري 25 لاعب تسجل، يعني خد نادي جابري 25 لاعب، زين انت لو مسجل 30 و 35 مثل الموسم الماضي اخذ 4 من عندي وما اجل لك بعد. عندك رديف انا اروح شباب. البطوله اي انا اروح للبطوله خلاص، انا ما اجل الدوري، تبدي بطوله الخليج ما اجل الدوري. يا اخ مو استاذ داود احنا عندنا عدد كبير من المحترفين، يعني 6 هسه كل نادي 6 محترفين وايضا لاعبين يمكن رديف. السوري واليمني ما اعتبروهم محترفين، هاي هم شكلت اضافه. فانت من نبقى على 6 محترفين ذولا مع الفريق. هسه قول لي يا نادي ما يلعب الست محترفين، هسه حاليا يا فريق ما يلعب الست محترفين، كلهم بده يلعبون الست محترفين، كلهم بده يلعبون. يعني اكو يعني الا ما ندر، دائما تلقى بالساعه 5 أو 6 محترفين، الفرق معتمده على المحترفين. زي انا من منطيك اكثر من العمود الفقري، 6 لاعبين محترفين، ايش بقت على 4 لاعبين وحارس مرمى؟ 4 لاعبين وحارس مرمى؟ يعني هذه المشكله راح تولد يعني تخطيط الكره العراقيه واستمراريه الدوري تفلش على مود 4 لاعبين. فقلت لك انا اتفق ويا الكابتن سلام، يجب ان هناك يكون جلسه مكاشف بين الانديه والاتحاد، ويجب ان يكون هناك تعاون مشترك على الاقل هذا الموسم. يا اخي بس عبرونا هذا الموسم، خلينا نعبر احنا ننتهي بالشهر السادس ونبدا الدوري مثل بقيه العالم، لان حتى عمليه تقليص الفرق الدوري ما ممكن. استاذ سلام هذه شعارات انتخابيه لاكثر من دوره، حتى ما احمل هذا الاتحاد الحالي، كل الاتحادات السابقه قبل الانتخابات اول شعار يرفعوه تقليص عدد فرق الدوري الكل ولا واحد. والمشكله الكبرى مو هو لا فوز المشكله الكبرى استاذ سلام، ما حد يخرج لك بعدها يقول لك يابا شنو سبب عدم السويت. لا انا اقول لك لا هي العمليه حتى توضح للمشاهد المساله. داود انت عندك النظام الاساسي بالتفقيه الاساسي يقول الدوري 20 فريق، هذا ممكن يصوتون عليه. من يصوت؟ الجمعيه العموميه. من هي الجمعيه العموميه؟ اللي هي الانديه. الانديه 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 زي الانديه هي تصوت بين تكون هي اقل، خاصه
الأربعة مليار وكانت قبل 2 مليار نعم. مرتبطة بأندية الدوري الممتاز داز. والآن اللي دوري المحترفين 4 مليار فشو الأندية صوت علينا مش هتكون تقليص فالعملية العملية معقدة مو أنا مستبعد بس إذا كان أكو توجيه حكومي أنت كلش متابع وقلت لي العملية معقدة زيادة من أنا أجي على داقدم على اتحاد الكرة يعني مثلا فبالتالي تعد خلفية بالاتحاد بكرة القدم يمكن أعلى من عندي وأعلى منك مو زيادة شو رأسا رح يشتصلح وأنا أدري بها أكو صعوبات تكتلف يعني القضية لا أنا متناقش شوي الكابتن عدنان بهذه النقطة أصلاً منذ بداية الول يعني كان برأس تحت كرة القدم تحدثنا كان هو يأمل بأن يكون أكو تعديل بالنظام الأساس لكن شاف طرحنا لهي العام لا 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 حاول للأمانة حاول بيها حتى أنا التقيت في إحدى المرات في لندن ناقشت في هذه النقطة لأن أنا أميل بصراحة كان دوري في التسعينات هو الدوري الأكثر مثالية كان 16 فريق حتى مرة من المرات ترى سووا 12 ومرة سووا 24 نعم صح. يعني كان في وقته 16 كان دوري مثالي ليش أولا كان دوري أسبوعي إذا تذكر إيه ما كل كان دوري أسبوعي كان عندك بطولة الكأس نعم. مستمرة عندك البطولة التنشيطية كانت تقام قبل الدوري نعم. فكان عندك فسحة زمنية وتشاهد كواليتي أنت بس ركزتي تجيب 16 فريق أنت الآن هذول إيش قد مجموع اللاعبين عندك من الأندية معناته تطلع إيش قد 100 لاعب هاي الكواليتي اكون الكواليتي مهم لك انت راح تقدمه بس عفوا استاذ جماعه ليش دائما احنا اغلب المباريات اللي تشوفها ايش اقول لك يا معوض ضيعنا من وقتنا صح ولا لا نعم ماكو انا حضرت مباراه طلبه وزوره غير استمتعت بالجمهور ما استمتعت بالمباراه باستثناء الهدف اللي سجله علي يوسف صار بالمباراه عداها انا ما شفت اي لمحه بالمباراه تستحق البطاقة المباراة اللي 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 صح اللي طلع كاسوس صافن باستثناء استمتعت انا باجواء الجمهور ما استمتعت بكرة قدم بالملعب صح استاذ سلام انا بس حتى ما بقي لي وقت ما بقي لي وقت كلش مهم انا عندي براي الكواليتي ليش كان عالي استاذ سلام شوف هسه اللاعب العراقي هسه هو اللاعب باستمرارية اللعب راح يرتفع مستواه يعني الان اللاعب العراقي افضل لاعب عراقي بالدوري يلعب معدل 20 مباراة بالموسم الكامل بس انت تعطيني في الفترة السابقة قبل يلعب الدوري كامل يلعب بطولة الكأس كاملة يلعب بطولة الجيش كاملة يلعب بطولة الجمهورية كاملة يخرج الموسم ولاعب له 45 مباراة الجامعات حتى مو لاعب ويصير لاعب لا جامعات والتربيات كانت ايضا مباراة فلسطين نعم والضجة اللي صاير عليها انا يعني اعتقد اتحاد كرة القدم يعني مثل ما سمعت التصريحات بين هم يعني اكو تواصل اعتقد مع الاتحاد الفلسطيني اليوم سمعت تصريح من الاتحاد الفلسطيني قالوا نحن لم نحدد حتى لحد الان ما حددنا ملعبنا وين انا أمل ماليزيا وقطر انا امل يعني بان المباراه لا تقام في عمان يعني صدقا اولا لنوعيه ملعب عمان والخصوصيه المباراه ونعرف تركيبه الشعب الاردني اكو يعني نسبه كبيره وهي يعني تؤيد للمنتخب الفلسطيني اامل ذلك ولكن تعرف والقرار بالنهايه يكون قرار للاتحاد الفلسطيني نتمنى ذلك وخلي نشوف هم يعني كما يبدو اليوم تصريح حتى الاتحاد الفلسطيني شويه بيمرونه اكثر قد تكون ربما هم ينقلوا المباراه الى مكان اخر الى الدوحه والامارات والله ما هم ماليزيا وقطر يعني قطر هم اذا لم تكن في عمان هم في قطر لان هم لعبوا ويا الاردن في ماليزيا بحكم هو ما يصير لأن أنت تلعب في هذه الأرض أنا بس تابعت في البداية عندكم مذكرة التفاهم بصراحة بين الأولمبية العراقية والتونسية كانت برعاية سيد أحمد المبرقع وزير شباب رياضة بصراحة أنا أشجع على هذا الشيء حتى الألعاب الأخرى بصراحة كل كلامنا كرة قدم أكو ألعاب أخرى منسية هذه المذكرة مهمة جدا ننفتح خاصة تونس اليوم واحدة من البلدان المهمة جدا في الرياضة مختلطة أيضا مع أفريقيا مع أوروبا دول شمال أفريقيا كألعاب متميزة بشكل كبير مو بس هذا ساعة جمعة شوف إحنا الآن ترى يجوز أنا دائما أقول لكم مكاسب مو كلش حاسين بيها أنت اليوم من تونس ترفع عنك التأشيرة صح ولا لا صح واليوم تفتح وياك خط رياضي جسر رياضي جدا مهم هذا يجيب لك شنو اليوم كفاءات يجوز عندنا ناس هناك ايضا نفس الحاله يجب ان يكون هناك مزيج يجب ان نكسر العزله واعتقد هذه المذكره بصراحه إن شاء الله. ممتازه جدا وان شاء الله بان مثل ما قلت انت يكون بيها تفاعل اكثر ونستفيد من عته لا تكون مجرد حبر على ورق حبر على ورق صح شكرا لك استاذ جمعه شرفتنا اليوم بحضورك شكرا لك استاذ سلام شرفتنا بحضورك شكرا لكم مشاهدينا نلتقيكم ان شاء الله باكر حلقه جديده الى اللقاء